فيه موضوع مهم وهو موضوع استخدام العمال والعاملين والعاملات او عدم الاهمال بالكشف عليهم. طبعا للتاكد والحرص المفروض الواحد يودي لهم يوديهم المستشفيات او كذا الكشف عليهم. وبرضه لا ننسى مكاتب الاستخدام المفروض فيكون في مكاتب الاستخدام مثلا تقدم نشره او توعيه لهالموضوع. زين مثلا جو رجاء يا صاحب الشال المفروض انك تودي كذا يعني المفروض. ما هي النصيحه اللي تقولها للساده المشاهدين؟ والله النصيحه ان اي واحد يستخدم اي عماله سواء خادم او خادمه او سائق او كذا المفروض يوديه المستشفى للكشف والتاكد من خلوه من الامراض. والحمد لله يعني حكومتنا الرشيده ما قصرت. نعم الحمد لله. وجد الحمد لله مراكز مستشفيات. لحظه نصور يا استوب تصوير بالله ايش عندك؟ والله هو يعني اللي احنا نعرفه ان هنا القانون العمل والعمال بيحتم على الشغالة او العامل يجي بيكشف كشف طبي على اساس ان انت عارف الامراض عملية يعني ممكن تصيب المجتمع من وخاصة الايدز الحين يعني منتشر. اي انا اصطب يا استاذ لحظة تقرا ايوه شوف شوف ما ادري ما اعرف اقرا وقف التمرير يا اخي مرض معدي هذا مرض في مرض معدي مرض معدي خطير نرجو عدم ملاسمة تنفس بالخرطة. لا تقرب اخر هناك ودي المستشفى وين رايح؟ امشي وين رايح؟ ابغى تشوف لي الان ما ادري المستشفى وين؟ المستشفى وين المركز الصحي؟ مكتوب؟ مركز الاسره الطبيه عامل ورقه مشاط ما هي النصيحة اللي تقولونها؟ هو صح الكلام ده مظبوط والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى به حيث أمر بعدم نزول أرض بها طاعون أو الخروج من أرض بها طاعون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون تصوير؟ وقف لي تصوير يا طبعا لا تسلم عليه فعلا مرة شكرا لك كل عام وانت بخير.